السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاقة بين الإنسان والشيطان علاقة معقدة جدا وممتدة منذ آلاف السنين. بدأت منذ خلق آدم عليه السلام ليكون خليفة الله في الأرض. لكن الكلام ده ما عجبش إبليس أو طاووس الملائكة، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ورفض السجود لآدم عليه السلام. وكانت النتيجة الحتمية الطرد من الجنة ومن رحمة الله. ومن اللحظة دي تحول طاووس الملائكة إلى الشيطان الرجيم إبليس. فتوعد إبليس أو الشيطان الرجيم آدم وذريته وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وبكده انتهى الفصل الأول وبدأ فصل تاني ممتد إلى قيام الساعة. واستعان إبليس بأعوان من الإنس والجن في إغواء الإنسان، وعرف إن لكل إنسان مفتاح ومطلوب منه يعرف المفتاح. هتلاقي عندك جماعة مفتاحها حب المال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وجماعة تانية مفتاحها حب النساء، وتالتة حب الشهرة، ورابعة حب الجاه والسلطان، وهكذا. وشغل إبليس وأعوانه الشاغل إنه يلاقي المفتاح ويفتح بالمفتاح وياخدك رويدا رويدا من دايرة الإيمان إلى دايرة الكفر بالله. سمعك بتقول مستحيل، هو أنا مجنون؟ لو ده ظنك في نفسك يبقى أنت أكيد في خطر عظيم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان في راهب تقي صالح عابد في قمة الإيمان اسمه برصيصة. وظل برصيصة يتعبد إلى الله عز وجل في صومعته 70 سنة، وفي المدة دي كلها ملقاش إبليس أي مفتاح لبرصيصة. وفي يوم من الأيام حضر 3 إخوة عزموا على الجهاد في سبيل الله، لكن كان عندهم مشكلة، كان عندهم أخت ولم يجدوا في بني إسرائيل خير من برصيصة ليعتني بها في غيابهم. رفض برصيصة بشدة وتعذر بكل الأعذار، لكن مع إصرارهم الشديد اضطر أن يوافق على مضض. وهنا لقى إبليس المفتاح. كان كل يوم يخرج برصيصة من الصومعة بالطعام، ويضع الطعام في الخارج أمام باب الصومعة، ثم يغلق الصومعة، فتأتي المرأة وتأخذ الطعام وتذهب إلى دارها. واستمر على هذا الحال مدة طويلة من الزمان. ثم أتى الشيطان وأخذ يوسوس لبرصيصة ويقول له: أنت رجل وهي امرأة، خير لك أن تضع الطعام عند باب دارها ثم تنصرف. وما زال يوسوس حتى فعل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثم أتى الشيطان مرة أخرى وأخذ يوسوس لبرصيصة ويقول له: يا لك من رجل غليظ القلب، كيف تطمئن عليها وأنها ما زالت على قيد الحياة؟ فلتلقي السلام. وأخذ يوسوس ويوسوس حتى فعل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وبعد فترة أتى الشيطان بخطوات جديدة وقال له: يا لها من امرأة تعيسة، وحيدة، لا أنيس ولا جليس، فلتحدثها من وراء الباب حتى تطمئن، فهذا خير. وأخذ يوسوس ويوسوس حتى فعل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وخطوة تلتها خطوة حتى وقع في الحرام وزنى بها. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثم أخذ الشيطان يوسوس إلى برصيصة وقال له: إن لها أخوة، لو علموا لانفضح أمره. فأخذ يوسوس له بأن يقتلها ثم يدفنها، وما زال يوسوس حتى فعل وقتلها. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ثم أتى الأخوة من الجهاد في سبيل الله، فقال لهم برصيصة أن أختهم كانت مريضة ثم ماتت ودفنها، وأنها كانت صالحة وفي خير حال، فشكروه وانصرفوا إلى ديارهم. ثم أتى الشيطان إلى الأخوة 3 في منامهم وأخبرهم بالخبر. فلما استيقظوا أخبر كل واحد منهم بما رأى، وذهبوا إلى المكان ووجدوا أختهم مذبوحة. فذهبوا إلى برصيصة وأخذوه إلى الحاكم، وكان لابد من القصاص من برصيصة. وهنا تجسد الشيطان لبرصيصة وقال له: أنا من فعلت فيك كل ذلك، ولن ينجيك إلا أمر واحد، أن تسجد لي سجدة واحدة ثم تتوب إلى الله. ففعل برصيصة ثم مات على ذلك. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين.
فإن كان هذا هو حال العابد الراهب بارسيسا الذي عبد الله عز وجل بإخلاص 70 سنة، فما بالنا مع الشيطان؟ فلنحذر من خطوات الشيطان. جزاكم الله خيرا.